بابلو بيكاسو فنان إسباني ولد عام 1881 وتوفي عام 1973. اشتهر في النصف الأول من القرن العشرين وتمكن من عمل مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية المتنوعة التي اكتسبت شهرة واسعة. فقد كان رساما ونحاتا وشاعرا، وقد تأثرت أعماله بشكل رئيسي بالفن التكعيبي وتنوع في استخدام المواد والتقنيات الفنية المختلفة، ما جعله واحدا من أكثر الفنانين ابتكارا على مر العصور. ومن أشهر لوحاته فتاة أمام المرآة وعازف الجيتار العجوز ولوحة غيرنيكا التي سأتحدث عنها اليوم. غيرنيكا هي لوحة جدارية استوحاها الفنان من قصف مدينة غيرنيكا حين قامت طائرة حربية ألمانية وإيطالية مساندة لقوات القوميين الإسبان بقصف المدينة في 26 أبريل 1937 بغرض الترويع خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وعرضت في الجناح الإسباني في المعرض الدولي للتقنيات والفنون في الحياة المعاصرة الذي أقيم في باريس عام 1937. وكان بيكاسو قد انتهى من اللوحة في أواسط يونيو 1937. غيرنيكا تعرض مأساة الحرب والمعاناة، وقد صارت معلما أثريا وتذكر بمآسي الحروب، إضافة لاعتبارها رمزا مضادا للحرب وتجسيدا للسلام. بعد الانتهاء منها طافت اللوحة في جولة عالمية موجزة العالم لتصبح من اللوحات الأكثر شهرة، كما أن جولتها تلك ساهمت في لفت أنظار العالم للحرب الأهلية الإسبانية. تم رسم هذه اللوحة بالطريقة التكعيبية التي يشتهر بها بيكاسو، وللوهلة الأولى تبدو اللوحة عبارة عن كتلة ملتبسة من أجزاء الجسم، ولكن عندما ينظر المشاهد ببطء أكثر يلاحظ شخصيات محددة مثل المرأة التي تصرخ من الألم والحصان الذي يفتح فمه في رعب ألم والشخصيات ذات الذراعين الممدودة. اختار بيكاسو ألا يمثل رعب غيرنيكا بشروط واقعية أو رومانسية، وتم تحسين الشخصيات الرئيسية. ومن الصعب معرفة معنى الدقيق للأشكال والصور المعذبة في اللوحة لأنها سمة مميزة لعمل بيكاسو الذي يمكن للرمز أن يحمل العديد من المعاني المتناقضة في الغالب. تختلف تفسيرات لوحة غيرنيكا بشكل واسع وتتناقض مع بعضها البعض. على سبيل المثال بالنسبة إلى العنصرين المسيطرين على اللوحة الجدارية الثور والحصان، قالت مؤرخة الفن باتريشيا أن الثور والحصان يمثلان شخصيتين مهمتين في الثقافة الإسبانية، ولقد استخدم بيكاسو نفس هذه الشخصيات سابقا لأداء الكثير من الأدوار المختلفة خلال مسيرته الفنية، وهذا ما جعل تفسير المعنى الحقيقي للثور والحصان مهمة صعبة للغاية.